السلام عليكم خويا. عليكم السلام. اليوم مباراة شاكر فرع البصرة زعيرينات. إن شاء الله. ممكن تشرحينا عن وضعكم؟ رجلي صار له 3 سنين، بال4 سنين يغسل كليات. نعم. هو رجال كاسب، كان يشتغل عماله وصار عنده فشل كلوي. نعم. إيه، وحالته يعني كلش تعبانة، وهو كاسب وأنا ما عندي. نعم. يعني يغسل كليات وكل شيء ما عندي. إيه، هاي حتى إدينا يعني كلهن من الإمال أوبر ما أوبر مرمات. دي اللي ضل ينشرع من الرزاق. إيه، أنا عندي 5 جهال، يعني كل إحنا عائلتنا 7 نفرات أنا وزوجي. وروح بتاكسي وجب تاكسي. إيه. عند مساعدة. مساعدة من عندكم. لا شلون جايت لكم هذا البيت؟ شنو اللي قاعدين بيه؟ بيتنا هذا اجار ندفع 100 بالشهر. شلون جاي تدفعونهم؟ هاي الناس الخيره تطيب. عندي اخوي يذب علي، اختي تذب علي، عندهم دخايل يقول عليهم يشوفون. اي الناس الخيره هم تذب علي. قاعده بهاي الغرفه، بس هاي الغرفه، وتخر علي. بالشتا تخر عليكم؟ بالشتا تخر علي، هم باب تعبان، شباش ما عندي مثل الاوادم. يعني حالتي كلش تعبانه. لا حتى عندي هذا شو اسمه اطبخ على جوزان. ها طباخك هذا بريمز؟ اي على بريمز. نعم. غسالة ما عندي. نعم. حتى فراش ما عندي. زين، عندك احد بالمدرسة؟ عندي اي بياصف. بياصف بالثالث، راحت للثالث وللاول وللرابع. نعم. وبالاول ابتدائي. نعم. اخويا من ضمن برامجنا عندنا بطاقة الغذاء والاكساء، هاي قيمتها 50,000، ان شاء الله الاخوان يتصلون بيك. ان شاء الله. تحبين تقولين شيء بعد للاخوان يسمعونك؟ اريد مساعدتكم، مساعدة رجلي. نعم. انا لان حالتي كلش تعبانه ما عندي. ان شاء الله. ورجال يغسل كاسه. حتى رحت قال للدكتور قال عنده فتق. قال لي ما تصير عمليه، يسحب مايات من بطنه. لان بطنه تنترس ماي. نعم. اذا اسويها ما يطيب الجرح. نعم. عندي 3 فتق هنا، عندي بالمشاوي، وهذا فتق ريح وهذا فتق. نعم. وما تريد اسحب ماي من بطني، اختني قصحت على صدري خنقني. نعم. نعم. وفشل كلوي 2 وقفات، ورجلي مرمات ما اقدر احوس. اي هذا زين مرمات. ليل نهار نايم. اي. الله يكون في عونك سيدي. الله يكون. ان شاء الله الاخوان يسمعون. ان شاء الله. أي. ان شاء الله. سمعونكم ما يصير خاطرك الا طيب. الله والديك. الله يسلمك.